السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح الماث برايمري 3 او الصف الثالث الابتدائي ترم 1 الترم الاول، ولسه بنكمل مع بعض اخر جزء في الليسون 4. وصلنا لحد بيج 8 او صفحة رقم 8 في الكتاب، وعنوانها ماث جورنال او كراس الرياضيات. فبيقول لنا هنا اصحابي وبيكلمنا عن اللي احنا تعلمناه في المرات اللي فاتت، ويعني ايه جرافس او يعني ايه رسوم بيانية. احنا كنا اخدنا مجموعة من الرسوم البيانية، خدنا يعني ايه بار جراف ويعني ايه بيكتوغراف او الرسم البياني بالصور، واخر حاجة اخدناها اللاين بلوت. اللاين بلوت اللي اخدناه المرة اللي فاتت. النهاردة بيقول لنا reflect on your learning، اعكس اللي انت تعلمته in the box below في الصندوق الموجود بالاسفل. write about bar graphs، اكتب عن البار جرافس او الرسوم البيانية بالاعمدة. pictographs الرسوم البيانية بالصور، and line plot والline plot. How are these types of graphs the same؟ ازاي الانواع دي من الجرافس او من الرسوم البيانية the same متشابهة، فيهم نفس الخصائص. وتاني حاجة بيقول لنا how are these types of graphs different، وازاي الانواع دي من الجرافس different مختلفة في بعض الحاجات. Which do you prefer؟ اي واحد منهم انت prefer يعني يفضل، اي واحد منهم انت بتفضله؟ Why ولماذا؟ يبقى بيقول لنا مرة تانية how are these types of graphs the same؟ ازاي الانواع دي متشابهة؟ فتعالوا نراجع كده على البار جراف والبيكتوغراف واللاين بلوت ونفتكرهم مع بعض. اول حاجة يا اصحابي البار جرافس او الرسوم البيانية بالاعمدة. البار جرافس يا اصحابي uses bars، بتستخدم الاعمدة to show لتوضح a picture of the data collected، صورة للبيانات اللي احنا عملنا لها collection اللي احنا جمعناها. فدي البار جراف ان هي بتعمل showing او بتوضح الصورة او البيكيتشر بتاعت الداتا كولكتد او البيانات اللي احنا جمعناها. اما البيكتوغراف او الرسوم البيانية بالصور فهي uses pictures، بتستخدم الصور مش البارز زي البار جراف to show the data collected، لتوضح برضو الداتا كولكتد او البيانات اللي احنا جمعناها. يبقى البار جراف كانت بتستخدم البارز، اما البيكتوغراف بتستخدم البيكيتشرز. اما في اللاين بلوت يا اصحابي فهو بيستخدم حاجة تالتة خالص، وهي النمبر لاين او خط الاعداد زي ما احنا عارفين، وبتستخدم عليه with x، with x اللي هي علامة الاكس اللي بتبقى موجودة فوق كل رقم من الارقام علشان توضح how many times او كم مرة the number comes up. the number comes up الرقم ده ظهر معانا في الداتا كولكشن او في جمع البيانات اللي احنا جمعناه. يعني هو بيعمل برضو شوينج للداتا كولكتد، بس بيستخدم النمبر لاين والاكس او العلامة اللي احنا بنسميها اكس زي ما احنا شايفينها قدامنا على النمبر لاين. ده اللاين بلوت. يبقى هما ذا سيم او هما متشابهين في ان هما بيعملوا شوينج للداتا كولكتد، ان هما بيوضحوا البيانات اللي احنا جمعناها. طبعا هما كده the same في النقطة دي. طب how are these types of graphs different؟ how are these types of graphs different؟ ازاي الانواع المختلفة دي من الجرافس different؟ هما مختلفين يا اصحابي ان طبعا البار جراف uses bars، pictograph uses pictures، and line plot uses number line and x sign، x sign او علامة الx. يبقى البار جراف uses bars، البار جراف بيستخدم الأعمدة. pictograph uses pictures، البيكتوغراف بيستخدم pictures أو الصور. and line plot، والline plot uses بيستخدم number line خط الأعداد and x sign أو علامة الx زي ما احنا شايفين قدامنا. آخر حاجة بيقول لنا which do you prefer، أي واحد منهم أنت بتفضل، and why ولماذا.
طبعا انا اصحابي بفضل البار جرافس او الرسم البياني بالاعمدة، وده لانه because it's easy to read، لانه سهل في القراءة. يبقى I prefer، انا افضل بار جراف الرسم البياني بالاعمدة because لان it's easy to read، it's easy to read، ان هو سهل ان انت تقراه. ممكن حد تاني يكون بيفضل نوع تاني من الجرافس، ممكن يكون بيفضل اللاين بلوت لان هو مثلا شايف ان هو اسهل في القراءة او بيوضح له الديتا بشكل افضل. ممكن حد تالت يكون بيفضل البيكتوجراف او الرسم البياني بالصور لان هو شايف ان هو اسهل من الاتنين التانيين. المهم ان احنا نقول احنا بنبريفير او بنفضل اي نوع، ونقول واي يعني لماذا، ونكتب because لأن، ونقول الريزون أو السبب إن إحنا بنفضل النوع ده من الجرافس أو من الرسوم البيانية. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لليسون نمبر 5 أو الدرس رقم 5. وطبعا هنا أصحابي في لسون 5 أو في درس رقم 5 بيكلمنا عن حاجة خدناها قبل كده السنة اللي فاتت، وهي اسمها البادي بنشمارك. البادي بنشمارك أو المعيار الجسدي او معيار الجسم. البادي بنش مارك او معيار الجسم يا اصحابي ببساطة لما كل واحد فينا مثلا يكون معهوش رولر او مسطرة وعايز يقيس حاجة معينة حواليه مثلا، او معاه عايز يعرف مقاسها ايه ويحفظ مقاسها ايه علشان خاطر يجيب حاجة زيها او حاجة شبهها، فبيستخدم البادي بنش مارك او معيار الجسد اللي احنا بنقول عليه ده. مثلا ممكن يمسك الشيء اللي هو عايز يعرف مقاسه ده ويقيسه بايده، يقول مثلا مقاسه شبر على مقاس ايدي انا، يحط ايده عليه ويقول ان هو مقاسه شبر. ممكن مثلا لو هو اكبر شوية يعرف هو كام شبر، يقيسه كام شبر على مقاس ايده بحيث ان هو يبقى عارف مقاس الحاجة اللي هو عايز يجيبها دي. ممكن يقيسها على دراعه، يحطها على كف ايده كده بالطول ولحد ما يوصل للريست او للمعصم بتاع ايده ويعرف مقاسها قد ايه. المهم ان هو قاس الاوبجكت ده او العنصر ده باستخدام البادي بنش مارك او بمعيار الجسد اللي احنا بنتكلم عنه ده. وهنا بيكلمنا عن البادي بنش مارك او معيار الجسد، وبيقول لنا كونكت، كونكت يعني وصل. فبيقول لنا هنا length of a primary three student's hand from wrist to middle finger. length يعني طول، of primary three student's الطلاب الصف الثالث الابتدائي hand ايديهم يعني from wrist من المعصم من عند الريست كده to middle finger لحد الاصبع الاوسط في كف الايد. فهنا بيقول لنا ان اللاين بلوت اللي موجود تحت ده بيوضح طول الايدين الخاصة بطلاب الصف الثالث الابتدائي من المعصم او من الريست to middle finger او حتى الاصبع الاوسط في كف الايد. وهنا بيقول لنا two students طول الهاند بتاعتهم 10 سنتيمتر. هنا بيقول لنا في 3 students طول الهاند بتاعتهم 11 سنتيمتر. هنا بيقول لنا في 4 students طول الهاند بتاعتهم 12 سنتيمتر. هنا بيقول لنا في 4 students طول الهاند بتاعتهم 13 سنتيمتر. هنا بيقول لنا في 6 students طول الهاند بتاعتهم 14 سنتيمتر. وبيقول لنا كمان في 4 students طول الهاند بتاعتهم 15 سنتيمتر زي ما احنا شايفين قدامنا. ومكتوب تحت اللاين بلوت طبعا التايتل او العنوان زي ما اخدنا المرة اللي فاتت، والكي كمان الكي او المفتاح اللي نقدر نقرأ بيه اللاين بلوت ده. فالتايتل بتاعه بيقول لنا length of hand طول اليد in centimeters او بالسنتيمتر. وبيقول لنا هنا الx equal 1 student، الx الواحدة بتساوي 1 student او طالب واحد. فزي ما قلنا اللاين بلوت ده بيوضح لنا length of hand in centimeter او طول الايدين بالسنتيمتر زي ما عرفنا من شوية. وطبعا يا اصحابي في التيتشر جايد او في دليل المعلم بيوضح لنا ان احنا لما نشوف اللاين بلوت هنا عايزين مثلا نتكلم عنه، فنقدر نقول مثلا most of the students in the class have hands that are more than 13 centimeter. لان انت لما تشوف كده هتلاقي ان اكبر عدد
من الستودنتس او من الطلبه عندهم ايديهم بطولها 13 سنتيمتر او 13 سنتيمتر فما فوق، فنقدر نقول most of the students معظم الطلبة in the classroom في الفصل have hands عندهم ايدين more than 13 سنتيمتر او اطول او اكبر من 13 سنتيمتر اطول من 13 سنتيمتر. فالمفروض ان احنا نعمل discussion او مناقشة في الكلاس روم ونتكلم عن اللاين بلوت ده والديتا الموجودة عليه وكل واحد يقول رأيه ونفتكر مع بعض يعني ايه body benchmark او يعني ايه معيار الجسد ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معي ونوصل لبيج 10 او صفحة 10 ولسه بنكمل مع بعض lesson 5 او الدرس الخامس. وهنا بيقول لنا apply او التطبيق بقى، فبيقول لنا هنا directions او التعليمات measure the pieces قيس القطع of string من الخيوط and record وسجل their length طولهم in centimeters بالسنتيمتر. فهنا المفروض يا اصحابي ان احنا في الكلاس روم هيتوزع علينا 5 pieces او 5 قطع من السترنج او من الخيط وهيطلبوا مننا ان احنا نعمل record او نسجل their length الطول بتاعهم in centimeters طبعا بالسنتيمتر. فبيقول لنا هنا string number رقم الخيط ولينث ان سنتيمتر الطول بالسنتيمتر. فمثلا لو طلع عندنا اول بيس مثلا 10 سنتيمتر، تاني بيس 11 سنتيمتر، تالت بيس 12 سنتيمتر، رابع بيس 13 سنتيمتر، وخامس بيس 14 سنتيمتر. يبقى عندنا هنا 5 بيسز بيبداوا من 10 سنتيمتر لحد 14 سنتيمتر زي ما احنا شايفين قدامنا. فبيطلب مننا يا اصحابي order the length رتب الاطوال in centimeters بالسنتيمتر from shortest to longest from shortest من الاقصر to longest للاطول. المفروض ان احنا هنكتب طبعا الارقام من الاقصر للاطول وده طبعا خدناه زمان وعرفنا يعني ايه ascending order او ترتيب تصاعدي زي ما احنا خدناه زمان واحنا صغيرين خالص، ده اسمه ascending order او الترتيب التصاعدي. بنبدأ من الشورتست او من الاقصر للونجست او الاطول. فهنكتب هنا 10 11 12 13 14 زي ما احنا شايفين قدامنا. لو طلع معانا لينثس تانية او اطوال تانية نقدر نكتبها هنا، المهم ان احنا ما ننساش نكتب من الشورتست لللونجست زي ما احنا شايفين قدامنا. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج نمبر 11 او صفحة رقم 11 ولسه بنكمل مع بعض شرح lesson 5 او درس رقم 5. وهنا جزء الخاص بالماث جورنال أو بكراس الرياضيات. فبيقول لنا هنا في ال direction reflect on your learning عكس اللي انت تعلمته in the box below في الصندوق الموجود بالأسفل answer the following question أجب على السؤال التالي. وبيقول لنا هنا أصحابي where do you use أين أنت تستخدم measurement القياس in the world في العالم outside of math class خارج الماث كلاس او فصل الخاص بالرياضيات. فاحنا امتى اصحابي بنستخدم الميجرمنت او القياس outside of math class او خارج فصل الرياضيات؟ طبعا بنستخدمه في حاجات كتير جدا. الميجرمنت مثلا لما نيجي نشتري مثلا clothing او ملابس بنستخدم الميجرمنت او القياس. ممكن كمان لما نيجي مثلا نعمل اي فود او نعمل كوكينج للفود بنستخدم الميجرمنت، لازم نحط الحاجات بمعايير معينة علشان خاطر ما يطلع الاكل مظبوط. الميجرمنت ممكن نستخدمه في حاجات كتير اوي حوالينا. ممكن كمان نستخدمه لما نيجي نعمل دروينج لاي بيكيتشر او اي بورتريت، لما نيجي نرسم اي لوحة او اي صورة لازم نستخدم الميجرمنت علشان خاطر الصورة تطلع مظبوطة. فالميجرمنت ممكن نستخدمه في حاجات كتير. عايز كل واحد هنا يكتب لي حاجة بنستخدم فيها الميجرمنت outside of math class او خارج فصل الرياضيات. وبكده نكون انهينا درس النهاردة. اتمنى تكون استفدت من الدرس. لو اعجبك الدرس اعمل لايك،
اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو، والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.